Hi everyone, يلا let's start بالمحاضرة الخامسة Decision Making in Healthcare. محاضرة مليانة عك فاضي، نحاول يعني نبسطها ونسهلها ونلقط كم معلومة. يلا طيب، هلأ السلايد أهبل كتير، بحكي لنا إنه اتخاذ القرارات إشي essential بحياة كل شخص، دائما أنت بتواجهك مشاكل وبحاجة للحل. أكتر ناس بيتخذوا قرارات بحياتهم هم الناس اللي عندهم مسؤولية، المسؤولين المانجرز، أوكي؟ فهي بارت من المانجمنت تبعهم، بارت من قدرتهم على المانجمنت، يكونوا قادرين أنهم يتخذوا قرارات بناء على الظروف وقرارات تكون صح. طيب شو في تعريف لا decision making؟ التعريف كلياتها منطقية، مش بحاجة إنكم تحفظوها. لما يقولنا it's a goal directed behavior in the presence of options، يعني هو عبارة عن اختيارك، أوكي، لشغلة معينة بهدف أو يعني في تبرير، في سبب ليه أنا اخترت هذا الأوبشن من ضمن مجموعة من الأوبشنز، هاي decision making. التعريف الثاني the thought process of selecting a logical choice from available option، برضو مش للحفظ، هي عبارة عن طريق اختيارك لخيار منطقي أو تفكيرك المنطقي باختيار شغلة أو خيار من ضمن مجموعة خيارات. The process of identifying and solving a problem، فكرة أنت متى بتحتاج تاخد قرار؟ لما يكون عندك مشكلة بدك تحدد شو هاي المشكلة، بدك توضحها تفهمها، بدك تعرف شو في options عندك، واتخاذك لواحد من هدول options it's a solving لهاي problem. آخر تعريف هو the process of transforming the input into output، أنت عندك مشكلة وعندك مجموعة معلومات عن هاي المشكلة وحللتها ودرستها وبنيت مجموعة من options، هاي كلياتها information input، بناء على هاي input اللي أنت عندك إياها رح تحولها لoutput لمخرجات، بدك تضيف إشي جديد اللي هو الديسيجن اللي أنت أخذته. ما في إشي هون للحفظ، كلياتها تعريفات منطقية. طيب هلا التعريف الديسيجن ميكينج شيء جدا اساسي بالهيلث كير، احنا هون حنحكي عن ديسيجن ميكينج ضمن الهيلث كير، والهيلث كير مشكلته انه هو شيء كتير معقد، يعني كتير في عوامل بتاثر على اتخاذك للقرار، مش بس الشيء الطبي. يعني انت لما تاخذ القرار مثلا انا بدي اختار علاج لشخص، ما بختار بس بناء على هذا الدواء فعال او لا، هذا الدواء كويس او لا، او هاي العمليه منيحه او لا، لا ما بكفيك، في كثير شغلات حتاثر على قراري، زي شغلات وعوامل سياسيه، عوامل جغرافيه، عوامل بيئيه، عوامل سوشيال، هل في حدا يرعى المريض بعد العمليه، هل في حدا يعطي للمريض ادويته لو كانت ابر، هل المريض قادر انه يدفع سعر هاي العمليه. ماشي انا فاهم انه العمليه هي افضل حل، لكن هل هاي الظروف موجوده عشان يقدر المريض يعمل عمليه؟ اكيد لا. ففي كثير فاكتورز حتاثر على اتخاذ القرار تبعنا، حنحكيهم بالسلايد الجاي. فعشان هيك لازم نفهم انه الديسيجن ميكينج بالهيلث كير شيء كثير كومبلكس، اوكي، في كثير كومبليكيشنز وكثير في شغلات بتعقده، زي مثلا انه انت دائما ما بيكون عندك المعلومات الكافيه، يعني احنا في كثير عندنا انسرتينيتي ومعلومات ناقصه. مثلا انا بدي اختار دواء، هل انا عارف مثلا عندي تو اوبشنز، دواء اي دواء بي، اوكي ماشي هم كاتبين لي على النشر سايد افكت 1 2 3 وانا متوقع انه سايد افكت 1 2 3، بس هل انا ضامن انه ما يطلع في سايد افكت ثاني؟ لا عادي في ناس بتطلع عندها غير سايد افكت، فهي انسرتينيتي، فهي حتاثر على قراري. طيب الشغله الثانيه انه فهمنا، يعني الناس اللي بتاخذ الديسيجن فهمهم للمعلومات والايفيدنس اللي موجوده مختلف. انا لو اجاني مريض عنده لو بليتلت واجا نفس المريض لدكتور عمار وعنده لو بليتلت، هل انا رح اشخصه بنفس التشخيص 100% اللي شخصه دكتور عمار؟ لا، لانه انا فهمي للحاله ممكن يكون مختلف بدون ولا فحوصات ولا اي شيء. هل انا حقدر اشخصه بنفس التشخيص اللي دكتور عمار حيشخصه؟ اكيد لا، لانه فهمنا لا المعلومات رح يكون مختلف، اوكي. والنقطه الثانيه طريقه تفكيرنا وتحليلنا رح تكون مختلفه، كيف عم نتطلع على الموضوع مختلف، فعشان ممكن انا اطلع بتشخيص وهو يطلع بتشخيص ثاني، ممكن انا اطلع بخطه علاجيه وهو بخطه علاجيه ثانيه. فهي هي من الشغلات اللي بتاثر او بتخلي موضوع الديسيجن ميكينج ضمن الهيلث كير شيء معقد. So القرارات تبعونا رح تعتمد على كتير فاكتورز تاثر فيها، فاكتورز اقتصاديه، سياسيه، اجتماعيه، الانفايرمنت، كلياتها حتأثر باتخاذ القرار تبعك. فاتخاذ القرار تبعك لازم يحاوط جميع هاي الشغلات أو يتضمن جميع هاي الشغلات. هاي زي ما قلنا إنه في كتير فاكتورز رح تأثر على اتخاذ قرارك، خصوصاً بالحقل الطبي، أشياء سوشيال، أشياء إنفايرومنتال، ريليجن، البوليتكس، الإيكونوميك، and so on. طيب إحنا اتفقنا إنه الديسيجن ميكينج إجا عشان يحللنا مشكلة. طب شو هي أنواع المشاكل اللي بتواجه الحقل الطبي واللي بتحتاج انك انت تاخد فيها ديسيجن؟ اجوا قسموهم لثلاث انواع. النوع الاول هو الكرايسيس. كرايسيس معناها
نكبة، إشي يعني زي كأنه نكبة. كيف مثلا كورونا، كورونا كانت كرايسيس، إشي طلع فجأة تأثيره كتير خطير ولازم تحله إميديتلي، لازم تاخد أكشن إميديت. يعني كيف إحنا كنا مثلا خلال يومين اتخذوا قرار إنه إحنا بدنا نعمل لوك داون، مثلا اتخذوا قرار إنه إحنا بدنا نعمل كوارنتين على العالم اللي بتيجي من برا. فهاي كرايسيس إشي بده حل كتير سريع، لأنه بيعمل ماس إفكت، إشي خطير جدا مدمر زي ناتشرال كرايسيس. مثلا صار في زلزال، كيف إنه لما صار زلزال تركيا كل العالم فجأة هب وراحوا يساعدوا، بدنا نشيل هالناس اللي تحت الحطام لحتى ننقذ قد ما بنقدر قبل ما يموتوا. فهاي هي الكرايسيس، الإشي اللي بصير فجأة كتير خطير وبده حل سريع. نوع الثاني هو النون كرايسيس. إيش يعني نون كرايسيس؟ يعني فيش فيها عامل الخطورة الكتير عالي، مشكلة تمام مشكلة، بس أنا معي وقت إني أفكر وأحلها لأنه ما بدها إميديت أكشن، معي أخذ القرار خلال أسبوع مش خلال يوم، تمام؟ فالنون كرايسيس هي إشو require resolution، بدها حل لكنها مش as important as the crisis، وما بدها سرعة زي الكرايسيس. زي مثلا إحنا بكل سنة بصير في عنا epidemic للفلو أو بصير في عنا epidemic للRSV، هل بتشوفوا إنه بيتعاملوا معها زي ما بتعاملوا مع الكورونا؟ لا، كورونا is a crisis، الRSV أو الفلو هي عبارة عن non crisis. آخر حالة هي إشي اسمه opportunistic أو opportunity problems، اللي هي problem صارت أو طلعت و حققت منفعة لجهة معينة، تمام؟ So اللي هي situation that offer a strong potential for significant organizational gain if appropriate action are taken. عشان نفهم المعنى، لما طلعت كورونا مين أكتر ناس استفادوا؟ الشركات المسؤولة عن تصنيع أشياء التعقيم والجلوفز والكمامات and so on. هاي كان بالنسبة لهم إشي اسمه opportunity problem، في problem اللي هي الكورونا، وإحنا بسبب هاي البروبلم إحنا كان من ضمن الأكشنز اللي اتاخدت إنه يكون في good hand hygiene، إنه ناس تستخدم المعقمات كتير، إنه نستخدم الجلوفز، إنه نستخدم الكمامات. فبسبب هاد الإشي، بسبب هذا القرار الأكشن اللي اتاخد، أوكي، شركات المسؤولة عن تصنيعها استفادت، أوكي. فهي هي opportunity problem. So crisis كورونا، non crisis الفلو، وال opportunity problem شركات اللي صنعت معقمات وقت الكورونا. طيب شو أنواع القرارات؟ في عنا نوعين من القرارات، إيش بسموه programmed وفيش بسموه non programmed decisions. عشان نفهمها خلينا نحطها بمثال. طيب خلينا نحكي عن مشاكل بتواجه المستشفيات. أول مشكلة اللي هي موضوع ال infections، يعني أحيانا بصير hospital acquired infection، في نوع معين من البكتيريا تتفشى في المستشفى، فأي واحد بدخل المستشفى تطلع عنده. زي مثلا بدخلوا عمليات بصير في عندهم كلياتهم infection بمكان الجرح بسبب هاي البكتيريا لأنها موجودة بال environment تبع المستشفى. هاي إشي شائع وcommon. إحنا على الأغلب بيكون عندنا معلومات عن شو أنواع البكتيريا الشائعة اللي بتكون موجودة بالمستشفى بناء على مسحات دورية بنعملها. يعني بنروح مثلا على غرف العمليات بيعملوا سوابس من الغرفة نفسها وبفحصوا بيشوفوا شو أهم ثلاث أنواع بكتيريا، فبيكون عندهم معلومة مسبقة، يعني قبل ما تطلع المشكلة أنا عندي معلومة مسبقة عن أنواع البكتيريا اللي ممكن أنها تكون سبب بهاي التفشي، هاي الانفكشن. هذا الشهر صار في عنا كتير حالات انفكشن تفشت، صار في عنا كرايسيس، تمام؟ فأنا عندي معلومات عنها، تمام. النقطة الثانية، أنا في عندي أدوية تغطي هاي الانفكشنات، تمام. النقطة الثالثة، أنا عندي بروتوكول معين وقواعد معينة مدروسة ومعروفة مسبقا لا كيفية التعامل مع هيك حالات، زي أني مثلا بدي أعزل هذا القسم. يعني مثلا لنفترض التفشي فقط كان بقسم الجراحة، قسم الباطني ما في، فبدنا نعزل قسم الجراحة وما يصير في أي كونتاكت بينه وبين قسم الباطني أو الأقسام الثانية. ففكرة أنا هون عندي معلومات مسبقة، في عنا structure، في عنا يعني information available وcomplete، وأنا معلوماتي كلياتها موجودة، تمام؟ والمشكلة بتصير روتينلي، إشي متوقع، إشي بصير repetitively regularly روتينلي، متوقع إنه يصير، تمام؟ والproblem is a clear problem، الproblem واضحة، في عندي مشكلة واضحة اللي هي فكرة تفشي الانفكشن، تمام؟ فأنا هون باجي بعمل rule، بعمل rule أو بعمل procedure أو بعمل خلينا نقول قواعد كيف إني أتعامل مع هاي المشكلة. هذا بسموه programmed decision، متوقع مني إنه قراراتي تكون صح و very efficient وناجحة، ورح أحاسب على الإفشنسي تبعتها. ما في مجال هون لأنه أنت تجرب، أنت الإشي معروف، معروف وأنت عم بتحله، يعني expected، تمام؟ هاي بسموها programmed decision. نحكي عن مشكلة تانية، فجأة إجا على المستشفى
حالة مريض، خلينا نقتبسها من فيلم أو مسلسل، إجا على المستشفى حالة إسهال ومراجعة، تمام. إجتني يمكن 3-4 كيس على الشفت، كنت أنا مداومة على الشفت، إجوني 3-4 إسهال ومراجعة. بس كان في إشي غريب، إنه الناس عم تحكي إنها عم تستفرغ دم كمان، الناس مبينة قل، الناس حرارتها عم بتكون كتير عالية، الناس ال يعني عندهم مشكلة واضحة، في مشكلة، أوكي، يعني المشكلة سيفير أكتر من الغاسترونترايتس العادية، بيكونوا هايبوتنسيف، أمورهم مش تمام. بعدين بلش في ناس من هدول اللي عم تيجيني وروحتهم يرجعوا يجوني يعني على المستشفى. أنا عملتها كالتهاب معوي عادي وروحتهم، عطيتهم فلويد وأشياء وروحتهم، عم بيجوني بيرجعوا على الطوارئ عم بيكونوا بحالة سبسز، تمام، وعم بيكون عندهم هايبوكسيا، الأوتوسات نازل، أوكي. ولقيت إنه المشكلة عم تتكرر، صار لنا 3 شفتات عم بيجينا نفس هاي الحالة، والطوارئ صارت معبية، أنت مش قادر تروحهم لأنهم they are severely ill، مش gastroenteritis عادية. طيب، وبعد شوي لقيت حتى الممرضين والكادر الطبي اللي عم بيتعامل مع هاي الحالات بلشت تظهر عليه نفس الأعراض. إيش الإشي اللي إحنا عم بنواجهه؟ الله أعلم، مش عارفين، في بعبع إجا وإحنا مو عارفين شو هو، ما عندي information عنه، وعم بحاول استخدم الavailable information والavailable medication اللي عم بستخدمها وما عم بلاقي نتيجة. طب شو أعمل؟ مو عارفة. نسكر الطوارئ، ما نستقبل مرضى، لأنه المرضى الجداد اللي عم بيجونا بحالات تانية عمالهم بينعدوا كمان. طب شو بدنا نعمل؟ هاي بسموها non-programmed decision. أنا أول شغلة عندي مشكلة مش روتين اللي بتصير، مشكلة غريبة جديدة وسيريس، تمام، إشي غريب صار غريب على المستشفى تبعي، مو كومون، أنا ما بعرف عنه، وليس فريكوينت، حكينا إنه مش فريكوينت لأنه إشي يصير، تمام، بده سبيشال اتنشن لأنه هو إشي خطير. طيب، وإتس أمور إمبورتنت، يعني هي بروبلم إمبورتنت، مش زي الإنفكشن اللي أنا عارف عنه بصير بالمستشفيات وعندي كل قواعد التعامل معه، أنا مو عارفة كيف أتعامل، ما عندي الفول إنفورميشن، أنا لازم هون أعتمد على الجوجمنت والكرياتيفيتي تبعتي بإني آخذ قرار. بتصير القرارات فردية، بتصير القرارات بناء على مثلا الأطباء العاملين بالشفت لاحظوا المشكلة وبلغوا عنها مثلا الرئيس المسؤول عنهم، فإجينا أخذنا قرار، وإحنا قرارنا قد يصيب وقد يخيب. أنا ممكن يكون قراري إنه خلص أنا بدي أسكر هلأ الطوارئ، ما بدنا نستقبل، بدنا نعمل حالة فقط للحالات اللي بتيجي بنفس الأعراض، يعني قاعة بس تستقبل هاي الحالات، وقاعة تانية للحالات الكريتيكال، وأي مريض مش كريتيكال أو يتحمل إني أحوله على مستشفى تاني بدي أحوله على مستشفى تاني. بدنا نمنع الحد من طلوع هدول المرضى على القسم فوق، بدي أحاول إني أعالجهم as much as possible بالطوارئ، يعني ما بدي يقولوا لي المرض للي فوق. فأنتوا فاهمين، بتصير القرارات على مستوى صغير، يعني على مستوى المستشفى نفسه أو على مستوى رئيس القسم، بعدين على مستوى مثلا رئيس المستشفى، بعدين ممكن تصير على مستوى الوزارة، بعدين بدنا نجيب ناس تاخد قرارات، فاهمين؟ بتكون كلياتها بتعتمد على الكرياتيفيتي وعلى الجود جوجمنت تبعنا. ما عندي جود انفورميشن، انا عم بتنبأ، فهذا اسمه نون بروجرام ديسيجن. سو البروجرامد مشكله معروفه واسسها واضحه وخطوات علاجها واضحه ومشكله مش كتير مالجننت، النون بروجرامد شيء مالجننت، بدي ابدع باختيار او بدي استخدم كرياتيفيتي والجود جوجمنت تبعي حتى اوصل للحل، وبتكون مشكله خطيره على الاغلب. طيب، هلا decision making conditions في 3 تعريفات لازم انه نعرفهم، اللي هو انت لما تيجي تاخذ القرار تبعك شو البيئه العامه تبعت اتخاذ القرار. اول شيء شيء اسمه certainty. certainty يعني انت متاكد، بمعنى انه انت decision تبعك is accurate، دقيق وصح. ليه؟ لانه انت عارف الاوبشنز كامله وعارف نتائجها المتوقعه تبعت كل اوبشن. يعني انا عندي المريض يا اما امامه ياخذ علاج 1 علاج 2 علاج 3، انا عارف علاج 1 شو طريقه اخذه والسايد افكت تبعونه وشو الافكتيف دوز وكل شيء، وعلاج 2 نفس الشيء، وعلاج 3 نفس الشيء. فانا بناء على معرفتي الشامله عن كل شيء اخذت قرار، وقراري رح يطلع اكوريت، هاي بنسميها سيرتينيتي. 2، الريسكي ديسيجن. ايش يعني ريسك؟ ريسك معناه انه انت عم تاخذ ريسك، يعني انت مش متوقع انه قرارك يطلع 100% اكوريت، بده يطلع مثلا 80 او 70% صحيح او دقيق او كويس. ليه؟
لأنه أنا ما عندي كل المعلومات، عندي معلومات لكنها incomplete. so أنا لما يكون في شوية information بس مش complete، يعني مثلا أنا الoption A عارف كل المعلومات عنه، الدواء A أو العلاج A، علاج B أنا عارف شوية معلومات مش كاملة، دواء C أنا مش عارف عنه أي شيء، فأنا عندي معلومات لكن معلوماتي غير كاملة، فأنا رح أخذ قرار بناء على هاي المعلومات الناقصة اللي عندي، تمام، ورح أتنبأ بالأوتكم تبع قراري، رح أكون في تنبؤ لكنه مش متوقع من قراري يطلع 100% دقيق، فهي بنسميه ريسكي ديسيجن. أنا أخذت الريسك، أنا عم بتنبأ إنه ممكن تطلع الأوتكم كويسة بناء على المعلومات والأشياء اللي أنا عندي، فماشي في بروبابيليتي، خلنا نقول إنه هون 50% أو 60% إنه ممكن يطلع أكيوريت قراري، هون خلنا نقول 95% إنه يطلع أكيوريت. الطريقة الثالثة لأخذ القرار أو البيئة الثالثة أو الظرف الثالث اللي هو الأنسرتينيتي. أنسرتينيتي أنا ما عندي إنفورميشن بالمرة، أنا مش عارف شو في أوبشنز، مش عارف كل الأوبشنز اللي أفيلبل، ومش عارف شو مثلا نتائج كل option. okay يعني you are not aware of all the available alternatives. أنا إجاني مريض على الطوارئ، المريض بحالة شوك hypotensive وعلى الأغلب هو hypovolemic shock، جيت عملت fast اللي هو شفت على الألتراساوند لقيت فيه collection of blood جوا بطنه، تمام، أنا مو لاقي، مش خاطر ببالي طريقة إلا إني هلأ أدخله على العملية، أنا مش عارف شو الconsequences تبعت العملية اللي رح تصير، شو side effect، شو المضاعفات، حيعيش رح يموت، هل في عندي alternative option تاني؟ ما عندي، أنا مش محيط بكل الavailable alternatives، تمام؟ والrisks والside effect اللي ممكن إنها تيجي معها، فأنا هون إيش بده يكون قراري؟ uncertain، ما بتوقع إنه قراري يكون accurate، يمكن يكون صحته لا تتجاوز 10-20%، فهم هدول الثلاث ظروف اللي أنت قرارك رح تأخذهم ضمنهم، يا أما عندك كل المعلومات فأنت certain، يا أما عندك شوية معلومات لكنها ناقصة فبالتالي risky decision، هتعتمد على intuition تبعك، أو اللي هو uncertain، أنت ما عندك معلومات بالمرة، أنت عم تعمل يعني إشي يعني خطير جدا، قرار خطير. طيب شوف في عنا models للdecision making، في عنا إشي اسمه rational model وفي أشياء أمثلة على non-rational model. rational model هو ال decision making اللي أنت بتاخده بناء على logic، بناء على cognitive function، يعني إشي منطقي أخذته بناء على منطق، بناء على logic، بناء على يعني إشي واعي، أنت يعني في أسس ليه أنا أخذته، والأسس عقلية ومنطقية، فهي بنسميها rational model. it's the most popular type or the most popular model من ال decision making. ال non-rational models اللي بتكونوا العكس، انت مش based on cognitive function او مش based on cognitive او خلينا نقول logical judgment، based on something else، وفي ثلاث امثلة عليه، ال incremental، ال satisfying وال garbage can model. Let's start by the rational او بسموه الكلاسيك model، تذكر انه هو the most common type. الفكرة فيه طيب هلا هذا هو الموست كومون زي ما قلنا، هو بسموه scientific لأنه مبني على أسس علمية، وهو بيكون خلينا نقول إنه order and rational. rational يعني اعتمدت على تحليل منطقي وعلمي للموضوع، و orderly بترتيب، فأنت كان في عندك مشكلة، جمعت معلومات عن المشكلة، حللتها، حطيت options، درست options، عرفت كل alternatives، عملت evaluation لكلهم واخترت option الأنسب من ضمنهم وخدت decision تبعك. فهو إشي بترتيب بناء على معلومات جمعتها، فأنت عندك كل information needed، أنت عارف كل أسباب المشكلة، عارف كل الحلول، جمعت أو حطيت كل options اللي available واخترت أفضل واحد منهم، فهذا rational منطقي، تمام، وهذا يتوقع أنه يكون قرار صحيح. طيب نروح على non-rational. أول مثال على non-rational إشي اسمه incremental model. incremental model فكرته أنه أنت ما عندك، يعني هو إشي ما بيعتمد على يعني مش rational، ما اعتمد على أسس منطقية وعلمية، ما كان عندك كل alternatives، ما عندك كل information، وأنت ما أخذت best alternative بناء على معرفتك. أنت في عندك مشكلة، اجيت حللتها وكسرتها into blocks أصغر، وبعدين اجيت يعني mainly لblocks هم حيكونوا ثلاثة: identification إنه أنا في عندي problem فأنا أعرف شو هي هاي الproblem، development إني أنا أحط كم من alternative أو كم من option، وselection phase لوحدة من هدول الoptions. لكن الفكرة إنه أنت ما حللتها مزبوط، ما عملت يعني development options كافية، ما حللت المشكلة بصورة كافية، ما اخترت بناء على أسس واضحة ومعينة. يعني طريقة اختيارك ممكن تكون طريقة عاطفية للoption. خليني أعطيكم مثال عشان تفهموا. مثلا في شركة بدها تعمل بوستر
ترويجي لشغلة هي عم بتعملها. خلينا نقول إنها هاي الشركة بتصنع أدوات تجميل، تمام؟ وبالعادة بتعمل كامبينز وبتعمل بوسترز للأدوات التجميل اللي بتصنعها يعني، بتنشرها بهالشوارع. طيب هلا الشخص المسؤول عن التسويق عندهم اجتمع مع شخص تاني مسؤول عن تصنيع البوسترز، فتبع البوسترز عرض عليه 4 نماذج فقط، 4 نماذج based on nothing، okay؟ والشخص تبع التسويق يجا حكى والله أنا بحس إنه بالطابع العام تبع الكامبينز السابقة تبعت شركتنا كانوا بيعتمدوا على 1-2-3، مثلا بيحبوا الألوان الزاهية تكون بالبوستر، بيحبوا إنه يكون فيها كلمات بأحرف كبيرة، فبناء على هذا الحكي أنا رح اختار هذا الأوبشن لأنه هذا فيه بهدول الشغلات. هلأ هاد قد يكون قراره صح وقد يكون قراره غلط، انتبهوا إنه عملية كانت سريعة، فقط أنا عندي problem وعندي شوية alternative وعندي selection تبعي كان based on nothing scientific، أنا اعتمدت على experience، على معلومات سابقة، على تنبؤ، أوكي؟ وعرضة كبيرة للإرور إنه ممكن والله الشركة ما ترضى بالبوستر اللي اختاره مسؤول التسويق لأنه لا ما عبر أو ما يعني كان مش satisfying بالنسبة لهم. فالفكرة إنه بس يعني هو اختار هذا ودالهم إياه. طيب ممكن بعد هيك راح عرضها على الشركة، المسؤولين عن الشركة وهذا البرودكت اللي بيعرضوه، حكوا له تمام أوكي بس إحنا في عنا 1-2-3 مو عاجبنا فبنرجع بنعدل عليه. فالفكرة أنا في عندي زي كأنه حل مبدئي، الحل المبدئي اللي أنا وصلت له أو الأوبشن المبدئي ما كان عندي كل الالترناتيفز اللي بالحياة، اختياري له ما كان scientific based، وأنا ممكن أكون غلطت فيه وبناء على غلطي راح أبدأ أعدل عليه لحد ما أوصل لإشي مقبول. هاي بسموها incremental. تذكروا المثال عشان يعني نوعا ما تحاولوا تفهموا شو الفكرة. طيب الطريقة الثانية اللي هي أو non-rational model الثاني اسمه satisfying model. satisfying model شو الفكرة منه؟ الفكرة منه أنت تعرضت لمشكلة، خلينا نقول أنه أنت كنت ماشية والكعب تبع الشوز انكسر، تمام؟ إيش الأوبشنز اللي أمامك؟ يا أما أنه أنت تشلحي هالشوز مثلاً وتمشي حافية، يا أما أنت في جنبك بسطة وتبيع فليب فلوبس، أوكي؟ فأنت تلبسي وتمشي. فأنت مين فيهم بحقق المينيمم ستاندرد أوف أكسبتنس، أو مين منهم يعني good enough تمشي حافية ولا تمشي بفليب فلوب وأنت لابسة فستان، وأنه أكيد أنه تمشي بفليب فلوب. أخذتي الأوبشن، أنت ما عندك كل الأوبشنز، أنت مش متوفر عندك كل الأوبشن، ما كان في عندي محل شوز تاني يعني أروح عليه أجيب منه شوز، هدول هم التو أوبشنز اللي موجودين، فأنا اخترت الأوبشن فيهم اللي بيحقق أقل ضرر أو اللي فيه أفضل منفعة. فهي الفكرة satisfying، يعني اللي إشي اللي يكون good enough، أوكي؟ إنه خلص في عندي two options I will stop seeking another alternatives، زي إني أمشي حافية عبين ما ألاقي محل شوزات فاتح وأشتري منه شوز جديد، ما فكرت بهيك option. عندي two، هدول two options، there is no need إني أفكر ب other alternatives، اختار من هدول two options اللي بحقق يعني أكثر منفعة أو أقل ضرر، okay؟ You are not seeking the optimum decision هون، أنت بتختار اللي هو the good enough، not the optimum، the good enough، okay؟ ليه؟ لأنه أنا ما عندي كل ال informations، ما عندي كل ال alternatives، وما استخدمت أصلاً في rational process أو rational thinking بالقصة، فبس هي satisfying. طيب آخر واحد هو ال garbage can model، فكرته exactly زي ال garbage can، يعني أنت جبت المشكلة وجبت الحلول وجبت الخيارات وجبت الأشخاص المسؤولين عن اتخاذ هذول القرارات، حطيتهم بخلاط اللي هو عبارة عن الجاربج، خلطتهم وطلعت في قرار. فيعني كيف لما أنت تلاقي قرار وتقول إنه والله أنا مش عارف إنه based on what أخذوا هذا القرار، هذا هو garbage can model، إنه based on what no one knows. متى بتصير هذا الجاربج كان موديل؟ يعني هو مش إنه أنا أخذت القرار بإني بدي أستخدم الجاربج كان موديل، لا ما في شيء اسمه أنا أخذت القرار إني بدي أستخدم الجاربج كان موديل. هي الفكرة إنه الأشخاص اللي كانوا مسؤولين عن اتخاذ القرارات أشخاص ما عندهم وعي بالأوبجكتيفز تبعت الأورجنايزيشن. مثلا خلينا نحكي واحد مسؤول بالجامعة، أوكي؟ و
بالكلينيكال مثلا، اقول لكم مثال على هذا الحكي. احنا عندنا كان بالباطني بسنه سادسه نروح نداوم بالمستشفيات، وتفر انت وين مداوم، انت مداوم بالحسين يعني المدينه الطبيه، انت مداوم بالزرقاء ولا بالمفرق ولا بمستشفى حمزه ولا بالبشير، وتفر على الحدا على ال12 كانه بدنا نيجي كلياتنا 3 ايام بالاسبوع على مستشفى حمزه عشان ناخذ سيمينار مدته ساعه، اوكي؟ فانت بتصفن بتقول انه يعني انا مش فاهم هذا القرار، مين اخده based on what، في other options، في better options، زي انه مثلا طب ما تعمل يوم للسيمينارات ويكون يوم واحد خلص، يعني خصص يوم من الاسبوع زي بقيه هالميجرز يكون فيه سيمينارات، ليه تجيبني 3 ايام وانا اكون بالشرق اجي على الغرب، يعني فاهم فاهين هاي انه انت من وين جاي. هاي يسموه garbage can، اوكي؟ انه واحد ما بيكون في عنده خبرة وعلم بالobjectives تبعون الإشي اللي بينعمل، يعني هو مش فاهم فكرة إنه والله هدول طلاب، هدول مش أغلبهم معهم سيارات، هدول حتى لو معه سيارة فهو طالب، هو غير قادر إنه يكون بالمفرق ويجي يعني يصرف بنزين يرجع على مستشفى الأمير حمزة، وبعدين هو والله ساكن بمادبة، يعني فاهمين إنه هو مش ما عنده الobjectives، مش فاهم، مش عارف، عنده lack of knowledge، عنده lack of good judgment، ومش عارف شو الهدف من السيمينارات، مش عارف شو الهدف من الدوام، مش فاهم طبيعة الدوام بالمستشفيات وبحياة الكلينيكال. فإجا جمع هالمشكلة اللي أنا عندي، إني أنا عندي سيمينارات بدي أعطيها، والتشويسز اللي موجودين والحلول، وخلطتهم مع بعض وطلع لنا بأزبى القرار. فهي الغاربج كان، ما في شي أسس علمية إلها، في شي ستيبس، إشي اتخذ راندوم، that's it. طيب قراراتنا، هل هي قرارات logical مبنية على أسس، على تفكير، على تحليل، على منطق، ولا هي قرارات حدسية مبنية على حدس؟ أنا حسيت هيك، أنا هيك حاسة، أنا حاسة إنه هذا أحسن قرار. فكرة أنا حاسة أو إحساسي هيك بيحكي لي which based on nothing logical، هي based on emotions، based on خلينا نقول feelings، هذا الانتويشن، اوكي، ياخذ حيز كبير من الديسيجن ميكينج. يعني الديسيجن ميكينج القاعده تبعته بيست اون انتويشن، تخيلين، وقليل اعتمادنا على الكوجنيشن. بحكي لنا هون انه موست اورجانيزيشنال ديسيجنز ار نوت ميد باي لوجيكال او ريشنال مانر، مش مبنيه على اسس علميه، مبنيه على انتويشن. طيب شو تعريف الانتويشن؟ هي جادجمنت، insight or decision that come to mind on their own، بمعنى انه اجى لحاله، خطر على بالي، خطر على بالي بدون ما انا اكون عارف انه في alternatives، بدون ما انا اكون محلل الالترناتيفز، بدون ما اكون انا عامل evaluation للالترناتيفز اللي عندي. انا والله في عندي هاي المشكله، حاسه انه هذا افضل حل، هيك احساسي بيحكي لي. So it's a rapid, automatic and effortless decision making. انا هيك احساسي بيحكي لي، انا ما تعبت باتخاذ القرار، اوكي؟ وتمثل جزء كبير وبتاخذ حيز كبير من قراراتنا. اوكي، who has the D او who has the decision، اوكي، مين هم الاشخاص القائمين عليها؟ تعريفات لازم نعرفهم وكلياتهم منطقيين. خلينا نحكي مشكلة كورونا. طيب كورونا اول شغلة، الناس اللي طلعت وبلشت تعطي اقتراحات للتعامل معها كانوا مين؟ كانوا ناس لهم دخل مثلا بالأوبئة أو دكاترة، فهدول بنسميهم proposers. propose كيف propose تبع الزواج، يعني تقديم أو اقتراح أو recommendation، يعني هم الأشخاص اللي رح يطلعوا ورح يعطونا proposals، رح يعطونا اقتراحات. مثلا أنا بقترح إنه نعمل quarantine، أنا بقترح بناء على 1-2-3 إنه نعمل مثلا lockdown، أنا بقترح إنه بناء على 1-2-3 نفعل مثلا خطط دفاع 1-2-3، أنا بقترح إنه نعمل هيك بالمستشفيات. فبيعطي options، بيعطي alternatives، وبيكون مسؤوليته إنه يجمع كل المعلومات عن الالترناتيف اللي طرحه. يعني أنت حكيت بدك تعمل كوارنتين، قديه، كم يوم، طيب مين هم الناس اللي بيخضعوا للكوارنتين ومين الناس اللي ما بيخضعوا للكوارنتين، طب شو الاشياء اللي مطلوب منا نعملها ديورينج هدول الكوارنتين دايز. فبده يكون جامع كل المعلومات عن الاوبشن اللي طرحه، محللهم ومعطي خطه كامله، تمام، وبيريكومند. فهاي بنسميها بروبوزرز. بعدين
أبروفر، الشخص اللي بعدهم المسؤول عنهم اللي سمع اقتراحاتهم هو الأبروفر، هو الشخص اللي بيعمل أجري، يعني بناء على اقتراحاتكم 1-2-3 وتوصياتكم 1-2-3 دكاترة أنا شايف إنه تمام أموركم تمام. مين مثلا اللي كان بيعمل أبروفر على هدول الشغلات؟ الهيد مثلا، خلينا احنا نحكي الناس اللي طلعت تعطي البروبوزرز، هم الدكاتره اللي بيتعاملوا مع الاوبئه، او خلينا نقول بسمهم الكوميونتي ميديسن، هم اللي اعطوا هاي الريكومنديشنز. الهيد تبع الكوميونتي ميديسن هو اللي عمل ابروف على واحد من الديسيجن، هو معه الفيتو باور، هو اللي بيصوت يس اور نو، يور ريكومنديشن صح ويور ريكومنديشن لا ما بدنا نعمله. طيب هذا ابروف انه انت تمام انت مش تمام. next step، لازم هدول الريكومنديشنز اللي الابروفر اوثق او يعني ما بعرف شو حكى عليهم يس اوكي ناخذهم نجمعهم. انا كان في عندي مثلا 20 ريكومنديشن صوتنا يس على 10 منهم، بعدين بدي اخذ هدول 10 واعرضهم على شيء اسمه الانبوت. الانبوت هم الكونسلتنت. ايش يعني الكونسلتنت؟ يعني المستشارين. المستشار هو شخص ذو قيمه علميه، مثلا خبير اوبئه، خبير اوبئه عالمي، خبراء الاوبئه العالميين، السي دي سي، منظمه الصحه العالميه. جينا عرضنا عليهم هدول الانبوت، او مثلا الحكومه اشياء بوليتيكال، نعرض عليهم هدول الكونسلتنت المسؤولين والمتخصصين هاي الريكومنديشنز اللي احنا عندنا اياها، ونسالهم هل احنا نعمل امبلمنتيشن لها او لا، هل عندكم اي توصيات او اضافات لازم نضيفها على هدول الاقتراحات اللي احنا حطيناهم او لا. تمام، ورح اخذ الادفايس تبعونهم سيريسلي، يعني اي شيء بيحكوا لي اياه عدله فانا بدي اعدله، لانه هم الخبير، هو المسؤول، هو اللي دارس السيتويشن صح. next step، بنودي هذا القرار على الديسيجن ميكر. مين هون حيكون الديسيجن ميكر؟ احنا كان في عنا باول فتره وزير الصحه، بعدين صار وزير ال مش عارف اي وزير الداخلية يمكن، او كانوا التنين سوا، فهو هذا حيكون الالتيميت ديسيجن ميكر اللي حيقول يس اور نو، يلا نطبق يلا ما نطبق، وطلع فعليا اوامر دفاع 1-2-3-4-5، هدول اوامر دفاع وتطبق، لازم انها تنعمل. في كوارنتين، في عنا لوك داون، في عنا مثلا كمامات، في عنا تباعد، في عنا غرامات، في 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 المستشفيات، هيك نفتح مستشفيات ميدانيه. فهو هذا الالتيميت ديسيجن ميكر، هو اللي فعليا رح ياخذ الديسيجن، هو اللي رح يكون اكاونتبل، هو اللي الناس بتحاسبه. احنا لما طلعنا نحاسب مين حاسبنا؟ وزير الصحه، لانه هو الشخص الاكاونتبل، فشالوا سعد جابر حطوا واحد تاني لما السياسة مو كتير عجبتهم. فهو هذا الشخص اللي فعليا أخذ القرار، هو اللي رح يفرضه، طلعوا أوامر دفاعه، هو اللي رح يراقب سير عمله. آخر شيء الإكسيكيوتر، الناس اللي رح تنفذ هاي ريكومنديشن، وقد يكونوا الإكسيكيوترز هم نفسهم البروبوزرز. البروبوزرز كانوا أطباء، وفعليا الإكسيكيوترز كانوا برضو أطباء اللي بتنفذ هاي الشغلات المستشفيات، فهم الناس المسؤولين عن الإكسيكيوشن، عن تنفيذ هاي الشغلات، including the people، الشعب العادي، including the workers بالمستشفيات. وذات ست. سو هاي الفكرة، أول شيء بنبلش بريكومند، الريكومندرز الناس اللي بتعطي اقتراحات وتوصيات، وعبرنا عنهم بالأطباء الكوميونيتي ميديسن، هدول they gather information، عملوا judgment، عملوا حطوا alternatives وطلعوا لنا بشوية توصيات. هاي الريكومنديشنز وديناها على ال أجري، على اللي هو الهيد تبع الكوميونيتي ميديسن تبع وزارة الصحة المسؤول عنه، فهذا إجا حكى إنه yes I approve this recommendations some of them أو I did not approve others. اللي صار لهم approval وديناهم بعدين على الانبوت، اللي هم الانبوت كانت الكونسلتنتس اللي مسؤولين إنهم يشوفوا هاي recommendation يعدلوا عليها يعطونا advices and اللي هم طبعا بيطلعوا بالبداية facts then judgment وبيعطونا advices وإحنا لازم نطبقهم على الاقتراحات اللي حطيناها. بعد هيك بنروح على الديسايد، على الشخص المسؤول انه ياخذ القرار اللي هو كان وزير الصحه، واخر شغله الناس اللي بدها تنفذ القرار تو بيرفورم، ونبلش نتحاسب اذا احنا ما نفذناها بطريقه صح. طيب بنفوت على السلايدات الهبله. characteristics of effective decision making، خصائص الديسيجن الصح او الافكتيف الناجح، كلياتها بدها تكون خيارات حلوة ولطيفة ومنطقية، يعني ممكن يجيب لنا اياهم هدول كلياتهم صح اكسبت. فصراحة ما في اشي يعني احفظكم اياهم، it focus on what is important، تركز على المهم صح، منطقية صح، knowledge both subjective objective thinking، يعني بتاخد بجميع بعين الاعتبار الاشياء المحسوسة والاشياء الملموسة، وبتعمل analysis كويس صح،
it requires only as much information and analysis as necessary. بس ما بتعمل over analysis, بتعتمد على قدر المعلومات الكافي. صح. It encourages and guides gathering of relevant information. يعني بتشجع على أنه تجمع المعلومات relevant المهمة المفيدة لحتى تأخذ قرار. أكيد صح. It's straightforward, reliable, easy to use, flexible. يعني كل هاتو صح منطقي, فممكن جبلنا كل هدول صح except. آخر موضوع عنا يا هو إشي اسمه evidence-based decision making. فكرة evidence-based كتير تسمعوها بالcommunity medicine, إنه قرارنا is evidence-based, قرارنا مبني على أسس علمية, قرارنا مبني على إثباتات, على دراسات, على إحصائيات. أوكي؟ طيب مصطلح الإيفيدنس بيست بلش بالحقل الطبي. في واحد كان اسمه ديفيد, صار يحكي إنه بدنا نغير, هذا بال 1981, بدنا نغير طريقة ممارسة الطب واتخاذ القرارات. زمان كنت بتعتمد على شو باتخاذ قرارك, ليه بدك تعالجه بـ X مش بـ Y, based on what, based on شو, طب هذا الدكتور أخذ هذا القرار أو بهاي العملية بده يفوت من هون مش من هون, based on what. فأنت قبل ما تيجي تنفذ القرار أو أنت لما تيجي تقرأ الكتاب, هيك بحكي لنا ديفيد, المكتوب فيه 1 2 3, اسأل حالك based on what, اعمل إشي اسمه critical appraisal, اعمل critic, انتقد هذا الإشي وحاول تفكر فيه بمنطقية. طب أنا بدي أفوت على مثلا بدي أعمل عملية appendicitis, ليه أدخلها؟ يعني هو بحكي لي الكتاب أدخلها من أعمل جرح من تحت الأمبلايكس داون, طب ليه؟ طب الابنديسايتس هي على اليمين, based on what أنا أخذت هذا القرار. فهاي فكرة أنه أنت تبلش critical thinking, هي كانت نقطة البداية بالevidence based وسماها critical appraisal. إجا بعدين واحد اسمه تاني برضو اسمه جوردون, حكى أنه بدنا ننفذ إشي اسمه scientific medicine, يعني بيحكي عن نفس الفكرة أنه أنت أعمل critic لما تقرأ معلومة أو تسمعها, يعني أعرف شو سبب وراها based on what, وبدنا نسميها scientific medicine. ما بدنا نمارس طب الشعوذة, ما بدنا الطب يكون شعوذة, ما بدنا الطب يكون تكهنات, بدنا يكون ماشي على أسس علمية ونسميه scientific medicine. تمام. إجا بعدين واحد أخير اسمه جايت, بحكي لنا أنه بدنا نسمي هذا الابروتش evidence based medicine, يعني الطب المبني على evidence, على أسس. أنا إجيت مثلا جبت شخصين, نرجع لعملية الزايدة, وخلينا نقول جبنا 100 شخص, 100 شخص 50 منهم عملت لهم فتحة الجرح من الأمبلايكس داون ودخلت على شو اسمها على الزايدة, و50 منهم لا, رحت دايركت على اللوكيشن تبع الزايدة, عملت الجرح هناك, يعني على الرايت إليك فصة, فتحت هناك ودخلت دايركتلي, وبدي أقارن إيش صار في سايد افكت عند التنين, إيش صار في كومبليكيشنز على العمليات عند التنين, قدي كانت سكسس ريت بالعملية عند التنين and so on, وقدي كانت مدة العملية سهولتها, وقارنت هاي مع هاي. فطلع معي بناء على نتيجة الإحصائية اللي أنا عملتها على 100 شخص إنه لا والله, إذا أنا فتحت الفتحة صغيرة 2 سنتيمتر أو 3 سنتيمتر ومكان الإليك فصة بالضبط محل الزايدة, فأقل complication, تحسن المريض أسرع, عدد ما أيام نومته بالمستشفى أقل and so on. هيك صار اسمه evidence based medicine. أنا أخذت قراري وبناء عليه بالمستقبل مشينا على هاي, مشينا إنه بطلنا نعمل هيك العملية, صرنا نعمل هيك العملية. فهاد كان مبني على أسس, هاي فكرة evidence based medicine. الهدف منها to improve الكواليتي تبعت الـ information اللي انت بتجمعها والكواليتي تبعت الديسيجنز اللي انت بتعملها. بلش بالطب, بعدين صاروا يتوسعوا لأذر sectors, على الدنتسري, على النيرسينج and so on. ففكرة evidence-based medicine تعريفه هذا أكيد مهم, the process of finding relevant information in the medical literature to address a specific clinical problem, in short patient care based on evidence derived from best available, اللي بسموها الgod standards. فيعني نشرح الفكرة, the process of finding relative information in the medical literature to address specific clinical problem. يعني أنا في عندي مشكلة اللي هي مشكلة مثلا, وأنا عم بدرس بدي أفهم عملية الزايدة كيف تصير, بدي أرجع أشوف مين أفضل كتاب بيشرح وهو اللي يعتبر evidence based واللي معتمد على تجارب واللي بيحكي لي إنه والله مثلا تلاقي كتب الجراحة كل واحد يعطيك approach معين كيف تدخل وكيف تعمل وكيف تقطع and so on. مثلا طريقة علاج الأزمة, واحد جايني بأزمة exacerbation بلش له هيك ولا هيك ولا هيك, ممكن تلاقي اختلاف على آراء والكتب تختلف, انت بدك تدور على أفضل كتاب أو أفضل study
بتوفر وأحدثها واللي تعتبر علمياً صحيحة ومبنية على دراسات صحيحة، وهي اللي حققت هاي يعني هي تعتبر هي الأفضل وهي اللي تطبقها بعناية بالمريض. فإحنا بنعمل gold standard medication يعني أنت أو gold standard treatment، إنه أنت بتختار الأفضل وبتخليها هي الستاندرد العامة. هاي هي فكرة الإيفيدنس بيست. طب كيف إحنا أصلاً وصلنا للأفضل؟ يعني كيف هذا الكتاب هو أفضل كتاب؟ لأنه هو كان باختياره الطريقة اللي كتبها بعلاج الأزمة كانت مبنية على أسس علمية. زي ما قلت لكم مثال إنه أنا جبت مرضى عملت لهم هيك، يعني عملت ستادي وهاي الستادي كانت صحيحة وكويسة وتمام، مقارنة بين جروب A وجروب B وشفت مين الأفضل وبناء عليها كتبتها بكتابي إنه هاي هي الطريقة الأفضل. أوكي، تعريف أكيد للحفظ. So, بالنهاية الإيفيدنس بيست إنه أنت الرعاية الصحية اللي مقدمها للمرضى مبنية على أفضل ستادي، على the best available studies اللي بتحكي لنا إنه هاي أفضل طريقة. تمام، evidence based decision making should be based on combination of critical thinking and the best available evidence. يعني أنا مش بس بدي أخذ الإشي المكتوب بالليتريتشر، أخذت كتاب إكس وهذا يعتبر كتاب رائع جدا وبحكي لي إنه أفضل طريقة هي هاي، لا، أنت ستيل عندك القدرة إنك تعمل كريتيك لهاي الفكرة، هل هي صحيحة؟ هل هي خاطئة؟ طب ما نجرب إشي تاني ممكن يكون أفضل. تمام، ليه؟ لأنه عندي 1 2 3 أنا هدول النقاط عمالهم بيحكولي إنه هاي الطريقة يمكن ما تكون صح. فهي إنه أنت تستخدم الكريتيكال ثينكينج والبست أفيلابل إيفيدنس وتحاول تو كومباين ذيم توجذر حتى توصل لأفضل قرار. تمام، اتوسعنا بفكرة الـ evidence based medicine وصرنا نطبقه على الـ population، يعني القرارات التي تخص الـ population زي مثلا الـ vaccines. بس إننا نحاول إنه نخليها هاي guidelines الخاصة بأشياء related to the population زي الـ vaccines إنها تكون معتمدة على كريتيريا معينة والكريتيريا تكون evidence based. طيب هلأ كل موضوع الـ evidence based من وين طلع؟ يعني أنا كيف بدي أوصل لأنه هذا هو أفضل option موجود، هذا الكتاب أو هاي الستدي هي أفضل ستدي عملت عن القصة فأنا بدي أتبعها based on what؟ الإشي اللي أنا قلت لكم يا بالأول، جبت 50 مريض عملت لهم فتحة مكان الزايدة و50 عملت لهم فتحة بوسط البطن وقارنت بينهم، هاي شو بسموها؟ study. فإحنا بدنا نعمل دراسة study، بناء على هاي الدراسات بدنا ناخد القرار أو بدنا نطلع بقرار معين وبيكون أفضل قرار موجود. طيب الدراسات أو خلينا نقول إنه قراراتنا أو البراكتس تبعنا بيعتمد على في شيء اسمه الإكسبرت أوبينيون. هاي الزمن ستي بجدي لما كان الميديسن يعتمد على إكسبرت أوني، والله أنا بخبرتي بحس إنه الفتحة هاي هون هاي هي الأضعف، يعني أنا بدي أمشي هون إنه مين الأقوى، مين الويكست إيفيدنس بيست ميديسن، مين السترونجست إيفيدنس بيست ميديسن اللي بيعتمد على الإكسبرت أوبينيون، على آراء أو ما علمه أباؤنا وأجدادنا إلينا. فهاي هي الأضعف، الأفضل هي الدراسات. طب في الدراسات كتير أنواع الستوديز، في إشي اسمه case report أو case series اللي هي أخذ حالة وأدرسها وأحكي عنها وكل إشي صار معها، هاي بناء على حالة واحدة أنا وصفت الإشي اللي عنده إياه اسمه case series أو case report، ماشي أفضل من expert opinion لكنها ضعيفة. الأفضل هي الدراسات اللي بيكون فيها مقارنات، في دراسات بسموها cohort study. cohort study الفكرة أنه بتجيب two groups of people، جروب مثلا عندهم مرض وجروب ما عندهم مرض وبتعمل عليهم شغلة وبتشوف نتيجة الشغلة عليهم وبتصير تقارن بيناتهم، بس الفكرة هون أنت ما ضفت إشي جديد، سموها cohort study، ما بعرف إذا خدتوا مادة research أو تاخدوها على الصيفي ما بعرف، بس الفكرة أنه في إشي اسمه cohort study، هاي بتكون أفضل من case report لكن still مش أفضل إشي. في إشي اسمه control clinical study، control clinical study اللي هو أنت عم بتضيف شغلة، جروب أنا أعطيته الدواء، جروب ما أعطيته الدواء، اثنيناتهم مريضين مثلاً، وهدول أعطيتهم الدواء X وهدول ما أعطيتهم الدواء X وبقارن بيناتهم. في منها نوعين، في شيء اسمه control clinical study وفي randomized control trial. الأفضل هي randomized، ومش ضروري تعرف شو الفرق بينهم، بس في شغلتين، في control clinical study والrandomized. randomized هي الأفضل. أعلى واحدة the strongest evidence هي إشي اسمه systemic ريفيو أو الميتا أناليسز. ميتا أناليسز بيجي بدرس كل الستاديز اللي انعملت عن موضوع معين وكل أنواع الستاديز وبيحللها وبيعطيك نتيجة عامة عنها، فهو هذا اللي هو الأفضل. فإذا في هون بس انتبهوا subject level data، الأفضل فيهم هي randomized control trial. إذا أنت البراكتس تبعك based on randomized control trial، يعني أنا في عندي مريض وهذا المريض عنده two option A أو B، فأنا اخترت له option A لأنه option A الدراسات كان في randomized control trial عليه بتحكي انه هو الانفع مقارنة مع option B، فاعتمادي هون رح يكون
كويس. وفي الستادي ليفل، الستادي ليفل في عنا الميتا أناليسز اللي هي الأفضل إني أعتمد عليها. يعني لو في ميتا أناليسز على الموضوع فهي أفضل إشي إني أعتمد عليه. مثلا في ميتا أناليسز عن دواء A و B وبتحكي إنه A أفضل من B، بعتمد على ميتا أناليسز فهي الأفضل أطلاق. فالأفضل أطلاق من هي ميتا أناليسز، الأقل expert opinion. حاولوا تحفظوهم هدول بالترتيب، أنا فهمتكم شو الفكرة منهم. إذا فهمت الفكرة بتفهم إنه مين أفضل مين أسوأ. نهاية باعتمادنا على هالميتا أناليسز والترايلز وكل شيء بنقدر نطلع guidelines نمشي عليها. guideline التعامل مع الأريثميا اللي اسمها AFib، guideline للتعامل مع الأكيوت أزمة exacerbation، guideline للتعامل مع الهيموراجيك شوك اللي هي based on what type guideline، إنه امشي بخطوة واحد خطوة اثنين خطوة. إذا بتفوتوا على المستشفيات على غرف الطوارئ بتلاقوا إنه في guidelines مكتوبة، إذا صار هيك عمل هيك وامشي step واحد اثنين ثلاثة أربعة. فهاي based on what، based on هذا الحكي إنه بناء على شو بنوا هاي guideline، بناء على the studies والmeta analysis and so on. طيب هذا برضو من السلايدات الهبلة إنه why evidence based، ليش المفروض the practice تبعنا يكون evidence based؟ لأنه والله في عندك كمية information كتير عالية والوقت قليل، فليه أقرأ كل الانفورميشن؟ ليه أجرب كل التجربات؟ روح على الإشي الأفضل. والله لأنه أحياناً في problems بتحتاج أنك تاخد immediate focus عليها. والله to reduce the expenses، والله to ensure transparency و accountability. يعني صراحة ما في شو هون أحكي لكم إياه بهذا السلايد، سلايد أهبل، you can skip it. شو في challenges صعوبات بتواجه ال evidence based medicine؟ أول شغلة إنه أنا بحتاج إني أكون واعي بال statistics. ال evidence based medicine وال research دائما مربوط بال statistics، الإحصاءات. لازم تتوفر عندي معلومات عن population، لازم تتوفر عن أعمارهم، عن أجناسهم، عن 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 عن. فهاي الشغلات كلياتها تحتاج إنه يكون الإحصاءات عندي دقيقة وتجدد بصورة دورية، وهذا الإشي مش دائما يتحقق. النقطة الثانية لما تفوتوا بالريسيرش بتفهموا هذا الحكي أكتر. طيب الشغلة الثانية الـ availability، أوكي ممكن تكون الستاتكس يعني موجودة، بس مشكلتي بالناس اللي بتتعامل معها. مثلا ما عندي خبرة بالتعامل معها و how to analyze، كيف أتعامل مع الإحصاءات، شو البرامج اللي أستخدمها، كيف أحللها and so on. فهاي مشكلة تانية. والمشكلة الثالثة إنه أحياناً الإيفيدنس ما بيكون كلير أو ما بيكون أفيلابل، يعني المعلومات الإيفيدنس الموجودة ما بتكون مش موجودة، ما مش عارفة، ما بعرف عنها. وآخر شغلة إنه أحياناً تتأثر هاي هذا الإيفيدنس بيس ميديسن مثلاً بالبوليتكس بالإيكونوميك، بشغلات معينة بتأثر عليها. زي مثلاً أنا عارف إنه أفضل علاج إلك هو إنك تعمل العملية، هذا هو الإيفيدنس بيست ميديسن بيحكي لي إنه أنت لازم تعمل عملية، هو أفضل قرار بين التو أوبشنز عندك ياهم، لكن المريض ما معه مصاري يعمل عملية، فهذا حيأثر على القرار. فهاي هي التشالنجز اللي بتواجهه. وبس، يعطيكم العافية.